Bedouin in Arabic. مرحبا عم. عم بقول لك مرحبا. اهلين حالتك عم؟ انا من شركة الكهرباء. من شركة الكهرباء. جاي اعملكم فاتورة. لك قومي يا صبيرة، دلي على الحمام بده يعمل فانتورة. لا 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 يا عم، لا 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 يا عم، انا من شركة الكهرباء جاي اعملكم الفاتورة. شركة الكهرباء؟ صار اسمها شركة الكهرباء، اسمها شركة الكهرباء وابي شركوش حدا. ما تواخذني يا عم، عم بعمل لك الفاتورة على ايدي لانه ما قدرت اعملها بالشركة على الكمبيوتر، مقطوع الكهرباء. مقطوع الكهرباء بشركة الكهرباء؟ ليش ما عندكم موتير يا عمي؟ في فاتورة المي كمان، نحن من الموارد المائية. ايش موارد المائية؟ ايش يعني انه ما وارد تجي المي؟ يا عم لازم تدفعوا الفواتير قبل 10 شهر والا منفك الساعة، واذا فكيناها بدكم تدفعوا 6000 تأخير و 15000 وصل اذا بدكم ترجعوا توصلوها. فشو بدكم يعني اعمل؟ فك ولا ما بفك؟ ضرب اللي تفك رقبتك. لا يا سميرة ليش بتحكي؟ ضرب تفك رقبتك. خلصي يا سميرة، مش شايفتي قد البغل من دون شي معقد. خلص قومي فكي له الساعة، ابدناش نعذبك يا حبيبي. ايه تشرب قهوة؟ لا لا ميرسي ميرسي. إيه؟ عاد اشرب قهوة انت وياه. شكرا ميرسي. إيه كيف التقنين معكم؟ شكلكم تقنين ومنيح بالايام. يا ريت تجي الكهرباء بعد ما انت عم تجي يا صاحبي. يا اهلين يا اهلين يا حبيبي يا عيوني انت، يا اهلين. تضرب ريتك بالبلي اجت ساعتك. ايه نبري اعطيها للقطعة ويلا دركب من هون يقطع منظرك كهربة الجو. يا عم اذا بتريد ما بتحكي معي هيك، انا مبعوث من شركة الكهرباء. وانا كمان وانا كمان كلنا مبعوثين من شركة الكهرباء.